مساء الخير مدام عزة، اهلا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وطبعا انتوا في غرفة عمليات 24 ساعة، يعني واضح كده، يعني رئاسة الوزراء. ربنا يقويكم يا فندم. عايزة ابدأ مع حضرتك في حاجتين. اولا انا حييتكم في بداية الحلقة على قرار انه يوم الخميس يبقى اجازة للمدارس والجامعات، ده هيوفر علينا حاجات كتير قوي. يعني بكل تأكيد، وزي ما كنت في مداخلات سابقة مع حضرتك لما بتتكلم عن الأمطار، قلنا أن أحد الأساليب غير التقليدية أن احنا نواجه مش مشكلة الأمطار، أن في اليوم اللي احنا متأكدين فيه أن الأمطار ستخرج عن الإطار الطبيعي المعتاد هنمنح المدارس والجامعات أجازة. ده هيوفر أو هيمكن رجال يعني البلدية والمحافظات أن هم يقوموا بما يلزم يتعاملوا مع الموقف لنتيجة تخفيف الكثافات المرورية. صحيح. وعدم تحميل أبنائنا أي مشقة، لأن في تذكري أحد الأيام يعني الأتوبيسات المدارس اتعطلت في الشوارع لمدة 5 ساعات، وده كان حاجة أحلى يعني حاجة في الموضوع في القرار إن احنا بنتعلم من أخطائنا. يعني وارد إن الخميس ما يحصلش حاجة على فكرة، يعني سبحان الله ما حدش عارف يعني، لكن يبقى احنا خدنا القرار بالظبط كده عشان ما نندمش ونقول يا ريتنا كنا ادينا اليوم ده اجازه. لا احنا صحيح. ومش هنكابر يعني، او اي لما الارصاد تقول لنا ان في يوم هيبقى الامطار فيه غير متوقعه او صعب يعني التعامل معها، هنمنح اجازه على الفور. تمام. ست المستشار نادر سعد، اتخاذ مجلس الوزراء قرر اتخاذ الاجراءات القانونيه، لان انا كنت بتكلم على الاشاعات من شويه، القانونيه حيال كل من اذاع أخبار أو بيانات كاذبة أو شائعات. كلمني عن هذا البيان الصادر منذ قليل. مظبوط، زي ما حضرتك ذكرتي في بداية المداخلة، يعني البلد بتواجه ظروف استثنائية والعالم كله بسبب الكورونا، ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء بيعقد اجتماعات يعني كل يوم بيمشي من المكتب 12 بالليل وبعد 12 بالليل بسبب هذا الموضوع. نعم. في الوقت ده يعني في نفس الوقت اللي احنا شغالين الدولة والمواطنين معانا برضو، بنجد فئة على مواقع التواصل الاجتماعي شغلهم الشاغل ترويج الإشاعات اللي تهدف لإحداث حالة من الاضطراب، تشكيك الناس في أنفسهم، خلق حالة من الفزع والرعب والقلق وحاجات مش لطيفة. يعني أنا كمان لازم نوجه كلمة المواطن المصري بعد إذن حضراتكم، يعني ده موضوع موجود في العالم كله، يعني السوشيال ميديا بتاعت العالم مش زي بتاعتنا يا جماعة، يعني شوية من الهدوء كده. أنا ننصح بعض ونفيد بعض، لكن نرعب بعض ونخوف بعض دي حاجة مش محلية، دي حاجة موجودة على مستوى العالم كله. عفوا لمقاطعتك، اتفضل. لا يا فندم، مقاطعة مفيدة، وكان لازم في الوقت ده عفوا أن الدولة تتدخل، وحنتدخل في إطار القانون، قانون المادة 188 من قانون العقوبات. أيوة. بتضع عقوبات واضحة لكل من يروج إشاعات أيا كانت وسيلة الترويج، سواء الترويج التليفوني، سواء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الإشاعات. هذه المادة تضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة بالإضافة إلى الغرامة المالية. ده بالنسبة لقانون العقوبات العادي. دي بقى قانون جرائم الانترنت يضع عقوبات مغلظة في جرائم الانترنت بما فيها استخدام محتوى معلوماتي خاطئ او الترويج له. العقوبات في قانون الانترنت الجديد اللي هو تم التصديق عليه تقريبا في اغسطس 2018. نعم. العقوبات فيه بتصل في بعض هذه الجرائم للسجن 5 سنوات، والعقوبات المالية بتصل الى 500,000 جنيه في بعض هذه الجرائم الخاصة بالانترنت. القانون موجود وسيطبق بحذافيره، وسنعلن عندما يتم إلقاء القبض على مروجي هذه الإشاعات، سنعلن فورا وبالضبط، وسنعلن موعد محاكمتهم، ولما تصدر الأحكام الناس كلها هتعرفها، لأن الموضوع كده يعني لا يقبل إن احنا نسكت عليه. صحيح صحيح. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا. نسيت المستشار.